السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في فيديو جديد من قناتي أنا أم وسن. شو أخباركم يا بنات؟ بشرون عنكم، كيفكم؟ إن شاء الله تكونون طيبين. كيفكم على الاستعدادات للاختبارات؟ الأسبوع هذا ما يحتاج فيه يعني الاختبارات الشفوية، وفيه يخلصون يعني عشان الأسبوع اللي بعده خلاص تبدأ الاختبارات النهائية، وبعدها عاد الإجازة إن شاء الله. الله يلحقنا ويلحقكم خير. أول حاجة قبل ما ندخل يا بنات بالفيديو، هذه واحدة من متابعاتي أرسلت لي هذه الرسالة وتقول إن أمها توفت يوم الجمعة، سبحان الله، أثناء وهي مسوول لها العملية. الله يغفر لها ويرحمها ويجعلها إن شاء الله بالفردوس الأعلى من الجنة، يجعل ما أصابها تكفير لذنوبها يا رب العالمين. وتطلب منا الدعاء لأمها. الله يجبركم يا حبيبتي، وعظم الله أجركم، والله يصبركم على فراقها ويجمعكم فيها بجنات النعيم. أتمنى منكم يا بنات كلكم، كل اللي تسمعون يعني الدعاء تأمنون عليه، وأنتم بعد ادعوا لها لعل أحد منا يكون مستجاب الدعوة وربي يستجيب دعواتنا. هنا يا بنات أنا كنت أسوي لي قهوة. أنا صراحة مو بحب يعني أنا محبين القهوة السوداء مرة، بس طحت فيها من تالي سبحان الله، يوم صاروا عيالي يجيبونها صرت والله أشربها، عجبتني. يعني أول مستحيل يمر اليوم ما أشرب قهوة عربية، الحين عادي لو راح اليوم ما شربت قهوة عربية، يعني شربت البلاك هذه خلاص يعني تأدي عندي الغرض. بدأ سبحان الله يخف مرة مرة أحب القهوتنا السعودية، ما أدري سبحان الله، وعشان صرت أشرب البلاك يعني أحيانا أشربها، يعني يجي يوم أشربها، والله أحيانا حتى لو ما شربتها يمر أحيانا يوم الحين ما أشرب قهوة فيه سبحان الله. مع أني أول مرة أول ما أقوم لازم أسوي لي ترمس قهوة وتقهوة، والمغرب بعد شيء أساسي عندي أني أتقهوة، بس سبحان الله خفت مرة رغبتي للقهوة. هنا عاد فيديو اليوم سويت مع وسونة كيكة الماربل، ما شاء الله يا بنات طلعت تجنن، وهذا فطوري عاد أول شيء ببدأ فيه الفيديو. سويت لي فول وسويت شكشوكة، عاد ولدي يحب الشكشوكة. بنات أنا أجرب هذا الفول اللي مكتوب عليه حدائق كاليفورنيا، خوذة واللي سادة من دون كشنة ومن دون شيء، مرة مرة لذيذ وخفيف ما شاء الله على المعدة، وصراحة ما ينشبع منه أبدا. أنا شوي كذا أطحن بطحونة الطماطم، ما أخليه مرة سايل، أخليه خشن، وبعدين بس حتى انه ما يحتاج لها بصل صراحه، انا ما كشل له بصل، بس احط شويه زيت زيتون زي ما انتم شايفين، حطيت شويه شو اسمه معجون طماطم، حطيت معاه كمون وحركته مره زين، وش اسمه خلاص خليته شوي يطبخ حتى ما يطول وهو يطبخ. وهذه عاد الشكشوكه صاير احب احط معاها فلفل بارد، مره يعطيها نكهه مره لذيذه، وش اسمه وشوي طماطم شوي بصل وملح طبعا. اما بهارات لا، انا ما احب اضيف البهارات للشكشوكه، على حسب عاد رغبتهم، بما اني انا كنت مسويتها لوليدي اصلا، بنفطر انا وياه مع بعض. طبعا شوي هي لصقت لان قال لي ما ابي ولا نقطه زيت، بس حطيت هذا اللي يجيكم يا بنات البخاخ اللي مكتوب عليه زيرو سعرات. اما قال لا ما ابي شيء ابدا، يعني نتبع نظام هو معين، فعشان كذا شوي تلصق معي بالقلاية، مع ان القلاية يعني فيها مانع الالتصاق. طبعا يحتاج هي شوي الشكشوكة عشان يذوب الطماطم وكذا، يبيلها شوي تحريك وكذا ضغط، يعني حرك واضغط كذا الطماطم. هذا عاد كان فطورنا، اللهم لك الحمد ولك الشكر. وجبت بعد من شو اسمه من فران الحطب الخبز اللي بالبروتين مرة ممتاز. هنا عاد لما جاء العصر يا بنات كنت صراحة ناوية أطلع كذا أمشي، لكن لما شفت الأجواء وقالوا عيالي من زمان ما سويتي لنا حلا، وأتري عاد أنا شايفة اليوم واحدة مسوية ماربل كيك، قلت خلاص بسوي لكم ماربل كيك. حتى سبحان الله ما أدري شكله بعين أحد هالطلعاني أطلع أتمشى. تخيلوا عقب ما بديت وزينت الكيكة وكذا إلا صار ما عندي حليب. طبعا تأخر علي البقالة، يعني يمكن قعد له ما خلصت يعني الكيكتنا إلا بعد المغرب، تخيلوا. عاد الحين حنا تقهوينا ما شاء الله على الكيكة وعينا من الله خير، وبعدين بصلي العشاء بإذن الله تعالى وبطلع كذا أتمشى، الأجواء مرة روعة. صراحة فرصة الأيام هذه لما يكون فيها برد إن الواحد يطلع كذا بالليل، وعيالي خلاص خلصت لهم، عاد اللي بينام واللي بيقعد يدرس
ويخلصون شغالهم وسونا. بعد عندها بكرة اختبار إنجليزي شفوي، خلصنا وذاكرنا، بطلع شوية تمشى وكذا. جاء على بالي بعد أروح لمسانية شوية أشوف هم نزلوا الشتوي. أذكر آخر مرة رحت لهم كانوا منزلين الأشياء يعني حاطينها بيصفونها. المهم قمت هذر وتركت الكيكة، حطيت 3-4 بيضات يا بنات، وحطيت كاس سكر، بس أنا صراحة ما مليت الكاس، حطيت أقل من ملء الكاس، مطحون سكر مطحون طحنته، وحركتهم مع بعض لحد ما تحسين إنه يتغير لون الخليط. وبعدين أضفت عليه بالكاس، قست نص الكاس زبدة وشوية زيت معه، وخلطتهم مع بعض. وبعدين أضفت الدقيق، حطيت كاس ونص دقيق ومع ملعقة كبيرة بيكنج بودر وشوية ملح. هنا عاد خلطت، قسمت الخليط نصين وخلطت عليه شوكولاتة بودر المرة هذه. وبعدين عجت والسونة وقامت قالت أنا أبي أحط مع سيمام الطبقات، وقعدنا أنا وياها حطينا الطبقات. مرة يا بنات لذيذة 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 مرة الكيكة، لازم لازم تجربونها. فوق هذه تمام من دون ما تحركين ولا شيء، بس ايه عارف طريقة الماربل. ايوه سنتي، يلا انا دور. شوف شو ما عندك مهاراتك. زي كذا اسويها. ابشري ابشري. املي الملعقة و شيء ثاني؟ كده زيادة زيد الأبيض عشان ما يصير شوكولاتة أكثر. هنا خلصنا وجبنا عاد عود الشوي. بعد ما كان عندي عود شوي أخذت المزاز هذا حق العصير، وسوت وسونا هالشكل ما شاء الله الروعة. والحين بتدخل الفرن تقريبا يعني عشان القالب، بعد حس لما يكون القالب هذا الغميق ياخذ له وقت أكثر، يمكن أخذت لها حول الساعة. هذه هي بنات ما شاء الله الريحة عبت البيت. وهنا عاد خلاص بنقطع الكيكة وبنتقهوى عليها. طبعا هي ممكن تكون مع الشاهي ممكن تكون مع القهوة على حسب رغبتكم. هنا عاد خلاص بنقطع الكيكة وبنتقهوى عليها، اللهم لك الحمد لك الشكر. مرة عجبت عيالي، شوفوا شلون شكلها روعة. بعدين عاد الله يعينكم آخر الفيديو والسونة بتوريكم مشترياتها. يا حلو عاد الصغار، يا حلو عفويتهم، يعني مرة باقي الفلوق مرة عفوي من وسونة صراحة. مرة أمس لما شفته ضحكتني على بعض تعليقاتها، فيا رب أنكم تستمتعون مع وسم بالمشتريات. هلا طلع اليوم انبوكسينج أغراضي وأغراض أروى. شيء طبعا راح نبدأ فيه أنا أغراضي. أول شيء راح يعني اللي هو أغراض الجوال. ما اشتريت اشياء كثير، هذا الجراب شفاف وعليه نجوم. صراحة انا يوم ركبتها قبل شوي جيت اجربه كان جيد جدا، قوي قوي ما توقعت انه قوي. انا احسبه يعني خفيف وعادي، بس طلع مرة قوي وكويس، مرة مرة حلو، واحسه بيقعد معي كثير ان شاء الله. ثاني شيء هو هذا، مرة حلو انفتح تمام. هذا حق ال هذي اثبت فيه حق الجراب، احطه على كتفي كذا اشيل فيه الجوال كوني امشي مثلا. حلو مرة يعني ما را يعني ما يمديني أضيع يا جوال لحظة. والحين نروح للأغراض الشعر وكذا. يعني طبعا هذه الربطة بيضة 50 حبة. تمام. تتمغط يقولون إنها حلوة مرة، هي كانت بالصورة أصغر بزيادة بس تحولت كبيرة ما أدري كيف. حلو أخذت هذي، زي ربطات الشعر
بس ترفع الشعر كذا على قدام زي الطوق يعني، بس حلوة مرة يعني أريح. ثلاث ألوان جاني، بني، أبيض، أسود. صراحة مرة ألوانها حلوة، مرة حلوة. وأخذت مشط الحواجب هذا، هذه ما أدري إذا مشط هذا الثاني حق الحواجب ولا رموش، هذاك اللي قش عضح ورموش. راح نروح لهذه الشنطة كيوتسي اللي جنن حرفياً، حبيتها. تمام، هي ثلاثة بس جوا بعض. أول شيء هذه الكبيرة جواتها هذه الوسط، وبعدها القعدة، وبس هذه الشنطة. مرة حلوة صراحة يعني، لو تحتاجها بمرات يعني حلوة كيف يعني، يمديني أحط فيها أشياء كثير زي هذه يعني، يمديني أحط فيها مناكير واسعة مرة، فيها أشياء كثير يعني وأحط فيها. قبل شوي قرقرت من كثر المدح لها. الحين نروح لهذه على البلوزة. طبعا أنا بالصورة كنت أحسب إن لونها أغمق، وخفت غامق كم مرة يعني أكثر، طلعت فاتحة أكثر. هذا رمادي مرة فاتحة، بس والله حلوة مرة تجنن. قماشها الحين راح لحظة، أي واحدة حضرة بكرة عشرة. تمام، أول شيء نبدأ بالبجامة هذه. هذه البجامة عبارة عن بيري دببة، صراحة حجمها يخوف، وين هذه دبل علي. تمام، هذه البلوزة كيوت بيري، قلت الدببة كيوت مرة كيوت. وهذا بنطلون، ايش هالإضافات دي؟ تمدد، تشوفون هنا والله حلو قماشة، حلو حطيتي البيجامة؟ ايه. طب كيسية الحين عشان نشوف شكله. لا خلصتي مسوي رب التصوير. يلا يا متابعين، هاي استضافات حمودي للحلقة، كبير. ايش رايك الحين تلبسينه نشوفه؟ ما هو متحرن. يلا استنى. حلو، نفس خامة اللي كنت شرينا صح؟ ايه هو نفسه اعتقد. بس مكتوب عليه 100% قطن. طيب مدري كيف جلز يعني. الحين اكثر شيء انتظرته سماعات، والله خفت عليها يوم شفتها مع فوطه. يلا اوكي. طبعا انا ما بقيت احد ما سالت اصدقاتي، ودائما بشأني يطلع الرقم يعني لازم رقم صح، فانا رحت عند واحده من التعليقات ضفتها واتساب، انطلع رقمه انتي بالاسم. رحت سألتها، قلت شكله، وقالت إنه زين، وقعدت تمدحه. أنا ما وثقت، قلت أكيد من أخويا شيئين. رحت عند ثانية، مرة ثانية ما شاء الله عليك ماما، سألتها والله ذي أصغر من حمودي. أي إذني مرة حلوة. إيش؟ لا طيب تشبك بالجوال. لا لا سلكية يما، لا لا سلكية هذا مع السلك. لا سلكية تبين معاه للشحن. شوفي يو اس بي سلكين مع واحد شكله للجهاز. شوف ايه مو بهذا الشحن، حتى جهازك مو كذا سماعته. تمام، ما تركب على الجوال ترى.
الحين سماعة لاسلكية، هو مكتوب سماعة لاسلكية. طيب خلاص يلا يلا خلص راسا مزحزح. الحين للدفعة الثانية تحسبون خلصنا. هذا الجن منزل دراجون ما انتم شايفين الى زين. هذا هو ورينا مدين وطبعا اطول من شافوا كذا كذا مدين حطيه على الطاولة ما في صفته. ايه تحيه شوفوا حلو اقول لك مرة يجنن الموديل. شوفي ها شوفي حلو مرة هذا هو ولا لا البلوزة حضرة بدل قلبي أربعة خمس ست يلا هذا روقان شيئين طلبية شيئين طبعا يلا هذا اللون الجديد يعني ما قد طلبت زي كذا مرة خامة جيشي هذا اسمه جيشي صح؟ اللون حلو مرة آخر حاجة الروب باقي حقت الروب بعدين ننتقل لأشياء أروى. أنت تورين هذا العيال خوريك. مليتي. مرة. هذا روب. دافي. خلنا نحطه شوي نضبطه. الروب ما شاء الله. هه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